في مثل هذا اليوم التاسع من رجب عام 1294 للهجرة، انتصر الجيش العثماني على الجيش الإمبراطوري الروسي في معركة بلونا في منطقة البلقان، في إطار الحرب الروسية العثمانية التي عرفت بحرب 93. وقد خسر الروس في هذه المعركة أكثر من 28,000 قتيل. وفي مثل هذا اليوم من عام 1031 للهجرة، عزل السلطان العثماني عثمان الثاني عن منصب الخلافة، وهو يعد السلطان السادس عشر في سلسلة سلاطين الدولة العثمانية. ولم تدم فترة ولايته التي بدأت في سنة 1027 للهجرة سوى سنوات قليلة.